والصلاة والسلام على رسول الله. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. بسم الله بدينا وعني بيصلينا، اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. صباح الورد والفل والياسمين، صباح النشاط والحيوية والطاقة الإيجابية، محلها صوت العصافير وصوت السردوك وهو يعش نهير هكا مشمس، وطقس مازال بارد بتوى السبعة وشوية خارجة من دار أمي أو الروتين معاكم في دار يمة. كلكم تسألوا فيها ويني أمك، ويني أمك، شنو أحوال أمك؟ لاباس، شبيها ما قعدتش في عيد ميلاد للا، راهي قعدت وراني هبطت أنا وياها بعد عيد ميلاد للا لدارنا. شوفوا ما شاء الله التمر، شوفوا هنا النخل الحاصيل. صديقاتي اليوم فيديو جديد، فيديو النشاط والحيوية والطاقة الإيجابية. ماشية توا للسوق باش نمشي هكا نقضي قضيات. شو ماما برو ربي لحقتني دخلتني في وسط الروتين. ها ماما شكون زي وش بيك؟ نقول لك ما تمسلتك ليش باللحم على طريق فين جيت؟ باهي جيبي الدجاج. قالت لي ما كيف تاكليش باللحم جيبي الدجاج. باهي ماما حاسيلو. كيما شفتوا البنات حاجه تلقائيه هكا صورت لكم اللي فهم. المهم توا شدت نيه ماشي للسوق باش نزكم معايا. روتين على طبيعته اليوم كالعاده هكا، كي ندخل للمتلوي كي نمشي نقضي كي نعمل. نحبكم تعيشوا معايا، نحب نضيفكم في بلادنا، مالها شنو لازمكم هكا تدخلوا معايا وتعيشوا معايا لحظه بلحظه. راكم مخياتي وما هوش رمي ورود ولا كلام هكا مجامله، اما محلي هكا نهير ونحب ديما نشارك معكم حاجات مزيان. صحيح فما شويه حجر تو كل الناس تبني، ربي يكمل عليها بالخير. فما هنا شوفوا محلى هذه ما شاء الله، ربي يبارك ويزيد. يعجبني يعجبني الخضار حاصيل البنات. تعرفوا علاش فقط بكري؟ هو محلاها نمط الحوش، كي ترقدوا في الحوش ترقدوا في الحوش تحسوا هكا تفيقوا بكري ونهاركم يتعدى كله هكا طاقه. علاش خاطر تبدأك النسمة نتاع الصباح والكل هذيك تفيقكم نشطين. المهم صباح الخير، نكمل مع بعضنا إن شاء الله نهاركم أسعد الأيام يا ربي. وهاكم معايا وشمشو توا نبدأ، مانيش عارفة راهو نحضركم دي فلوج هكا وحاجات كيكا، مانيش عارفة شنو صاير فيها. قاعد نغطي على الشمس في الكاميرا باش ما تجيكمش الصورة مش واضحة. هنا باش نبدا فك الديار اللي تعجبني انا، نبدا شدتني هذه ونصوركم في الديار اللي تعجبني. هاي يزيكم مني، هاي طبعا برد تفرجوا على المناظر المزيان. شبيه حتى انا مزيان وعليش لا هاكم معايا. هي الدار قداش تعجبني، ربي يبارك لما له ما شاء الله تبارك الرحمن. وهنا الخل والورد تعجبني الحق الحوم هذايا ياسر هكا، كل الحوم كل يعجبوني متلوي كل تعجبني بلادي ارضي وارض جديد. شكون فينا ما يعتزش ببلاده؟ المهم شوفوا ما شاء الله البنيه هنا، ربي يبارك. شوفوا محلاهم هنا من احسن ما تشوف. شوفوا الورد، نهدي لكم الورد. شوفوا المنظر هذا يا البنات، شوفوا ما شاء الله المنظر هذا، الورد والنخل. شوفوا هنا ما شاء الله ربي يكمل على ما ليها الدار هذيا. هنا راهو البني سمح ياسر، علاش خاطر الناس تهتم ياسر بالديار والكل، ديما تعمل حاجه هكا مزيانه. وكيما تعرفوا ديما مش كيما في العاصمه، كيما في المناطق الداخليه الدار هي الجنه، هي اللي فيها الترفيه، هي اللي فيها كل شيء بحكم الناس كل تعرف بعضها. مش كيما تخرجوا، ايش احنا نخرجوا نصيفوا ونمشوا نعدوا عطله والكل، خاطر الروتين هو بيدو كل يوم. فقد ما تزيني دارك قد ما تحسي براحه نفسي. شوفوا النخل هنا ما شاء الله حب هذي. هاي بزاف الطرطرات، الموتورات هذيك هي البنات في ساحة الفنون. بديت توا هذه ساحة الفنون كما قاعدين تشوفوا. هاي المتلو
هاي صديقاتي توا هنا في المتلوي ندورو، رغم انه صباح بكري اما كما تعرفوا حتى في الصباح فما الحركة. ما تنجموش تمشوا في المتلاوي وما تشوفوش الخل. ربي يعين الناس ان شاء الله. نحبك يا المتلاوي، اي لاف المتلاوي، حتى انا نحبها. نحب الحي صديقتنا من المزارعه، هي وراجلها وهبطت من كهربتها وسلمت عليا، ربي يبارك لها محلاها محبتكم، حتى وانا هيك طلعتوني. شوفوا محلاهم هنا النخل، هكا نحب نعمل نخلات، يبدو عاطين منظر مش نورمال. تو انا تو ماشيه للسوق، هذه اسمها الملاج. الله يسعدك، شو محلاك الاخضر مبارك. الله خير يا سيدي، ان شاء الله يا سيدي دائما، مرحبا بكم. صباح الفل وصباح الدقه والحليب. عند عم شعبان هنا الهريسه، ما ناخذها كان من عند عم شعبان. مرحبا بكم. ما شاء الله نودكم ونشيكم، جماعه متلوي هاي عمكم شعبان. مرحبا. هاي ربي يعينك يا عم شعبان، ان شاء الله نهارك زين. وهذه العجه ما شاء الله، يسلم يديات من عيشي. وهذه السي حضرت، راني نحبها حاره 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 حاره، من عند عمكم. شعبان السيسي. شعبان السيسي أبن هريسة توا ناكل، ماني أنا جربتهم الكل، نقول لكم مرة دي جربوا هذا. شوفوا هذه الهريسة، الهريسة ناكلها بالصح، الهريسة الخلطة نتاعها سبيسيال. وأنا شوفوا كيما نجي مش حتى ما تجيبوش حتى شيء، يحطوكم راهو في طاشين. طاشين عادي. عادي. في المنقوع، في الفجيري، ها في الفجيري، موز الزيتون، هذا كمون، ينور، يعيشك، خميس عليك وربي يجيب لك القسم وربي يعينك. صباح الورد، صباح النور، عم محمد، فرح، بنتي، يعيشك، ينورك، شحوالك. شاخوا عليك في اليوتيوب، حبوك حبوك حبوك. وش الغيبة الساعة؟ هلا غال كل شيء بالكتبة، أنا جينا من تونس بعد كده. وانتي في المطبخ عاودي، أنا راني عامل تاني. فاتن يا فاتن، فاتن يا فاتن، اي يا عزيزة جبتها لك. ينورك. هلا غال قرب باباك، قرب باباك. اي الغيبة اللي هربتي على باباك وشو؟ الله غالب يا بابا، الله غالب. تلاهي الدنيا تلاهي. نحلاها كلي بنية. الله ينورك. حوتة قدك على بنتي. عيسك الله ينورك، الله يبارك لك. شو جاي الخبز، الخبز شوين في الله يبارك، شوف ترى تم. يبارك في عملك وعمرك، ما عادش. راني شهيات، راني شهيات، شهيات. شهيات، شهيات. واحدة الشواية واحدة. الله ينورك، برا الله ينورك ويبارك لك. أي بنتي أي. يعطيك الصحة، زايد يا ولدي مع المتلوي زايد. مع الناس المتلوي، ناس الشبعة والخير. وحدها والله وحدها. والله بلاد الخير. أي بنيتي. الواحد يجي ويغمض عينيه. سألوني عليك أربعة ولا خمسة بداها من سالمة هذه. ويني بنتك؟ ويني بنتك؟ وش فيها؟ مش مهبطة؟ وش فيك مش مهبط؟ لا نهبط، أما نهبط، أما ما هو ساعات ما توصلهمش، ما يوصلهمش الإشعاع. وصل لهنا. إي باهي. وصل باباك هنا. الله ينور. أنا عندك باباك هنا، تدلي على باباك. يعيشك، الله يبارك لك يا بابا، يعيشك. أنت قدك على بنتك. يعيشك، حشعويناتك، ينورك يا بابا. يا بابا، يا بابا. هاي خليني ناخذ الخبز. جاه ربي يشوف. شوفوا كيفاش ضيف يا بنوت. بنوت يا بنوت، عايزك الله يبارك لك، الله يخليك، والله الله لا ينحيك، والله لا يغيب لك خيال. امين. يفضلك خبزه هنا. اي بابا يفضل. اما طولتي على بابا. شو ونجي يقول لي والله ما يجيني الفلوس، راني حاجمة ونحب نجي خاطر عنده هو الخبزه ذايا، وش نعمل لروحي انا تو؟ اعمل روحك زيجتي باباك. يا بابا ينورك. والله يا سلام. راني ما عادش نجي، راك ما تدخلش عليا الفلوس، راني ما عادش نجي. قالوا لي وش فيها البنيه ما عادش نحط. يا مرحبا. عايشك ينورك يبارك لك. شدتك تونس ما؟ شدتني تونس. شدتني تونس على باباك. شدتني تونس، لا ما تشدنيش على بابا، هاني أول ما جيت.
مشيتي عاون الورد من عند الورد عمل هذه يعني باش ندخلها تم ناديتهم الكل بعدايا هاو الشاهي شوفوا بنتي شوف ها قدر ما هاو الشاهي ويما شاهي القناوية يما شاهي القناوية باش ناخذ لها القناوية وفلفل جريد كما تعرف بعد نموت على فلفل الجريد اعطيني من هنا نص طل قناوي هاو هذا ايش اسمه هذا العماري هذاك عمار هاو العماري يا بابا الله يرحمه كان يجيب لي العلاقة بويا حي على جريدي امي جريدي يا بابا هذيا كان بابا الله يرحمه يجيني لتونس يجيب لك العلاقة المخططة فيها ذي وفيها النعناع متاعنا خطر نعناعنا وحده وريحته وحده هاو يعرفوا ويسمعوا فيا الناس الكل ها ها قال لك باش تبيع قال لك كل شيء في الحاض هاو نعناعنا وهاو عماري لاق وذاي وذاك غرس انا نحب العماري قداش العماري وجه خاطر نحبها تقول لي صومها باه اعطيني شويه من هنا وشويه برا رجل يموت لو بعدين هاي تاع الهروس ها الله يبارك كل شيء عندنا ها هذي زيت زيت نقول بعد ها هذايا الفلفل وهذايا القناوية ناخذ شوي عماري برا ينوفك كداش يطلعوا توا الحسبة باهي وشنو اخر في النعناع اعطينا وحيدة نعناع باهية خلنا نعملو كويس تاي مع ماما وينك عامل هيك؟ عم 15% وينك انت وش حالك؟ جوني من سيدي بوزيد وقالوا لي عمل هادي عمل هادي قلت لهم ها عمل هادي بس يسألوا علي عندك العنب وانا نفتش على العنب عمل هادي عين من عيني العنب ها هو العنب عين من عيني ها ولقيت عند عمل هادي العنب ولقيت عنده بطب جاي والقارص عندك عمل هادي القارص كيف ديش او البطيخ مش ناخذ البطيخ ها هذا ونش اسمعني قول الواحد من اولادك يعطيني حاجه ثاني ماشي اذا نقعد انا نمسك باه العنب تو نفرز العنب نفرز نختار العنقود اللي نحب عليه هو راهو مازال في اوله اما سمح هذا اهو ما يوم العنب تاعي محمد
يا عم الهادي نسيت البطيخ. بطيخ نسيت ما خديتش. خلناها دي باهي كاينها عجبتني جبت على عين. يا عمك الشايب هذاك قال لي رسمها دار خايب. سمحه بابا سمحه ينورك يفضلك يشفيك يشفيك ينور. صل الأحمر من أحسن الحاجات اللي يجيب المطب. نحب هذا نحب الأحمر يمكن حتى في الصلاة. نعم يجوز سكين وظل عايش تسمى حشانك بابا. راه مش تو جينا تو راه مش عامل هذه ما هذتش كان نقول لك راه 6100 دوما اخذت شويه لوبيا وحمص وعدس وشويه بوقو. هاو يما وصلتني على الهندي عن شري لها الهندي هاو الهندي مستل برا روح امشي الحاج بركي وزرب الحاج هذه 50 شفت مستل ما بيك انا اي 2500 اسمع راني حتي ناسيانه نختار يعطيك الصحه وقفت عليه هو انا هبطك في اليوتيوب وما هاني نصور هاني نصور صورنا 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 كل عزت الله على هنا وكيلو على 700 هذا عسل الحر اللي في الشهد الدعوة اي في الشهد الدعوة احلى دلاع يا هذا الدلاع بتاع القيلة عذاب القيلة وبالتجراب بالتجراب ايش يا اخوي واذا عندك الفدة ولا راشة ولا الدزة ولا الدوشي ما في الراس ولا راسك صف عليك ولا البابا في العينين ولا الصداع ولا الم عليك هذا الدلاع راك ترتاح بحول الله السميع العليم بحول الله لما برشا لسات الواحد مريض هكذا ودلته اذا ما كانش ياخذ هذا الدلاع ويرتاح انا فلوسه مكتوبه يا خويا ايه عايشك ينور مازلت كي وصلت والله لقيت مراحيم الوالدين وصلوا لي بالموتور وصلوا لي القاضي هذه قضيتي هذه قضيتي وهذه فاليز هزت فاليز ما لقيتش الكروسه عندهم هزت قضيت شي فاليز اضحكوا علي اضحكوا علي البنات يما هاي وينك ها برج الدلاع هاني ما نسولك يما مشي بس الطويل الهندي يا مر ها برج الدلاع نودكم ولا نشهيكم قال لي احسن برج اخترتيه انت لا راني معلمه تاع يما كل هريسه نحيانا من غاديك خير ما تقرا خلينا نمشيو نفطروا يا البنات يا البنات زعما مش نحي زعما مش نحي واري شوف اضحكوا علينا ولا ما تضحكوش بروز عمل ايه نعمل لك هيك يميمتي وانت تعطيني ماما دبوزه ما ينورك ها او الخبز تو نحطوه هنا خلينا نروح زعما باش نوصل باش نحط لك حليب يا ربي العمل عيب بسم الله الحمد لله بسم الله أول وقت هذا نوريكم الوقت قديم شفت الوقت خرجت من السبع خيتي اليوم زيت الزيتون عندكم غالي زيت الزيتون هنا دبوزة 19500 هذي أما قالك راه مش معمول صباح الخير يا اي صبح على اصحابنا اخويا قول النعناع ما اللي جبت لك اليوم القناويه والفلفل الجيري ها فرحوا بيا حق السوق فرحوا بيا فرحوا قلوب كل حاجه يختاروها لي بالكعب بالكعب قزوز البنات شهيتها من البارح هذاك
أربط بداية هذه كدروع دوهين أم محمد بجميع وربي نورهم الجو أوصل ونصل للعشية ونخرج اللي كانوا القضية نتاع القضية الدار أنا ويومه من البارح قلت يومه قلت لها خلينا نمشوا للعشية قلت لها نمشوا لعزيزة قلت لها خلي العشية خليك ناخذ الهريسة خلينا نمشي على روحي صباح خير الهريسة يا أخي جابتها على الصباح ما عرفش ليه عاد بيها اللي نحبها انا ولا الله اعلم من جابتها هاي هذا هو جيهاني جبت تو انت قصد منه هذا هذا شوف جبت واش عندك ظروف زي اي من عند صحابي من عند عمي نسيت استنى كيف ما حكيتش مرت انا عارفه حنين سمح فريسته تهب تبي السوق فص السوق وحده وحده السوق يما شدت لخ تقلب الزيت لا لا ما نحبش انا الزيت في الهريسه هات صحين يما تو نحطوا فيه باش ننقعوا هات صحين فارغ نتاع صحين بلا انا مسس البحر بس الحمد لله تو شربها خليك يرحمها روجي ما عندك في دماغ ولا واحد اصلا هذا عشان مثلا انا يخلص واحد بس ساعتين تحب مش فاهم مش فاهم صح شدت لي في قلت نحن تشدت لي فوق عملنا كالعادة هريسة في الصيف كالعادة هريسة الحمص هذه هي تشبه يعني عطا نوري هيك مورتها الكمش ورت هنا لا فطور الصباح شو في الصيف هاي ها؟ الصباح شو تفطر الصباح في الصيف شو الفطور الباهي ورت هنا الكاميرا وي وريتنا جاء عم محمد قال له بدله اعطاه زور من وين هذا يا عم محمد ناخذ من عنده من برا هذيك قضيت كله جيت راني مستبعد في الشارع برد عم شتوني سبعه لا محليك ناخذ نخرج نص النهار نرجع عم ياكل جام دنيا جاي يا رب يعلم بحالنا ما نخرج في نص النهار مو لبن بالضبط عم كنت بجهز قبل الجزائر قبل الجزائر قبل الجزائر قبل الجزائر بالأخضر قبل الجزائر